أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم. هناك أرزاق تكوينية وهناك أرزاق عملية. الأرزاق التكوينية يعني شنو؟ يعني أنت أذكى مني، هذا مو بيدك ولا بيدي، فلان أجمل من فلان لا بيده ولا بيده، فلان أطول من فلان لا بيده ولا بيده، فلان ذكر وفلان أنثى ليس بيده ولا يده. الأشياء التي طبع الإنسان عليها وما أكثرها، هذه تسمى بالأرزاق تكوينية. يعني في الكون، في التكوين، في الخلق هكذا، وما أكثرها. فلان أشجع من فلان، فلان أجمل من فلان، فلان أكثر كرما من فلان، فلان أذكى من فلان، فلان أفطن من فلان، فلان أصبر من فلان، وخذ إلى آخر القائمة. هذه تسمى بالأرزاق التكوينية. رزق شجاعتك رزق، كرمك الطبيعي رزق، غيرتك رزق، مروءتك رزق، الله رزقك، هبة من الله. أكو هناك أرزاق عملية. أرزاق عملية يعني شنو؟ يعني أنت اكتسبت وصرت تاجرا، وأنا اكتسبت وبقيت عاديا، أيضا هذا سببه الله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله متفضل. لماذا الله متفضل؟ لأنه إذا كل الكويت كمثل مثل الآن، إذا كل الكويتيون مليونيرية، هل كان هنالك إنسان يخبز وإنسان يكنس وإنسان يبني؟ نأتي من الخارج، لنفرض كل الكرة الأرضية أغنياء، من يكنس لهم؟ من يخبز لهم؟ من يطبخ لهم؟ من يخدم لهم؟ يختل الأمور. لنفرض كل الناس فقراء، زين من يأتي البضاعة في الكويت حتى يوزع على الدكاكين؟ لأنه فقير مثلهم. يقولون الاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية هذول متساوون. كذب، مو متساوون أبدا. طبقة تسمى بطبقة الحزب، هؤلاء يرفلون في النعيم والسعادة، والطبقة يأكلون نصف بطونهم وهم أكثرية الشعب. أيضا هناك أغنياء وفقراء، بس في بلادنا أغنياء تجار وفقراء مساكين سائر الشعب. هناك الأغنياء الحكومة والشعب كلهم فقراء، وذاك النظام أسوأ من نظامنا. لماذا أسوأ من نظامنا؟ لأن هنا إذا ظلمك الغني تشتكي عند الحكومة، هناك إذا ظلمك الحكومة تشتكي عند من؟ ولذا هم يزدادون تأخرا حتى يحتاجون إلى أن يشتروا الحنطة من الخارج، ونحن نزداد تقدما. نحن ما نقصد يعني إحنا الآن في هالكم سنة، لا، الله يقول أنا جعلت هذا النظام، لأن إذا هالنظام ماكو، ماكو إدارة بلاد، ماكو إدارة الكون، ماكو إدارة الأرض. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم. الله متفضلش، يعني يجب أن يكون في العالم نظام أغنياء ونظام فقراء. ما نقصد بنظام الفقراء الذين يموتون جوعا، لا أبدا، يعني مو أثرياء. هذا نظام الله جعله، والصين والاتحاد السوفيتي وتيتو هم يطبقون نفس النظام، لكن بانحراف يطبقونه. يعني شنو؟ يعني الأغنياء هي الدولة القوة والغنى معا، وهذا خطأ، لأنك في هذا البلاد إذا ظلمك الغني هناك أكو قضاة تشتكي عندهم، لكن هل هناك إذا ظلمك الغني قضاة يشتكي الإنسان عندهم؟ لأن القاضي منه ويل لمن شفعاؤه
خصمه، شفيعك خصمه. فالشعب كلهم جائعون، كلهم مضطهدون، كلهم ما عندهم حريات، والطبقة بيده الحرية والمال والسلاح والقوة والمنصب وكل شيء بيده. نحن لا نقول هذا الشيء تهجما على الشيوعيين، لا، احنا نتهجم على الرأسماليين والشيوعيين معا، لأن النظام الإسلامي ليس نظاما رأسماليا ولا نظاما شيوعيا، وإنما نظام الإسلام نظام وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شنو احنا فرقنا مع الرأسماليين النظام الإسلامي؟ فرقنا أن الرأسماليين لهم نقصان، وهذا النقصان مو موجودان في الإسلام. النقص الأول عربدة رأس المال. يعني شنو عربدة رأس المال؟ يعني الرأسمالي بأي وسيلة يحصل المال، بفتح المواخير، بنشر الخمور، بنشر المواد المخدرة، بالمشروع وغير المشروع يحصل المال، والنظام الرأسمالي يقول لا بأس به. أما النظام الإسلامي يقول رأس المال ليس له حق في العربدة. هذا الأول، الفرق بيننا وبين الرأسماليين. الموضوع الثاني أن الرأسمالية تقول ليس علي بالفقير، ما علي يعني. الإسلام يقول ما آمن بمن بات شبعان وجاره جائع. يقول أنت رأس المال لا بأس، أول لا تعربد، احتكار، ربا، غش، خيانة، طرق ملتوية، ابتزاز أموال الناس، هذا اللي يكون عندك. وقانون يقولها، مو هسه إسلام كمسألة شرعية، لا أبدا، قانونا ليس له حق. الشيء الثاني يقول أنت الغني قانونا يجب أن تعطي ما ينعش الفقير حتى لا يبقى فقير في البلد. يعني شنو؟ يعني فقير ما عنده بيت لازم تطيب، فقير ما عنده عمل لازم تجد له عمل، فقير ما عنده زوجة لازم تزوجه، فقير ما عنده مثلا دواء لازم تعطيه الدواء، يعني حتى يعيش حرا كريما. هذا هو. فهناك فرقان بين النظام الرأسمالي الغربي الذي لا نصدق ولا نعترف به والنظام الإسلامي الذي نحن نعترف به. وعلى كل، فنحن كمسلمين واقع، أكو فرد قصة جدا جميلة، أكو كتاب أنصح الأصدقاء بقراءة هذا الكتاب، كتاب وضع على لسان الحيوانات، جدا كتاب جميل في الحقيقة، أنا قرأته مرتين من أوله إلى آخره، وإذا وجدت وقتا أيضا أقرأه مرة ثالثة. الكتاب يسمى بكليلة والدمنة، وضعه حكماء الهند قبل 3000-4000 سنة قبل، ثم ترجم إلى مختلف اللغات العالمية هذا الكتاب. كليلة ودمنة من جملتها ابن المقفع ترجمه إلى اللغة العربية، ترجمة جدا جميلة كلها. هذا الكتاب وضعه على لسان الحيوانات حتى يتشوق كل إنسان بقراءته، وأودعه الحكم والنصائح لكن على لسان الحيوانات. الآن إذا وجدتم في المدرسة أو في غير المدرسة أو في الإذاعة قصة على لسان الحيوانات، أصله من ذاك فرد رجل هندي حكيم قبل 4000 سنة اسمه بيدبا الفيلسوف، بيدبا اسمه، هذا وضع هذا الكتاب أصلا، ثم ترجم إلى الإيرانية، ثم ترجم إلى العربية، وإلى مئات اللغات ترجم هذا الكتاب، ويجدد طبعه كل سنة. فرد قصة من قصص الكتاب، يقول قصة قلت على لسان الحيوانات مو قصص حقيقية، وإنما يقصد بهذه القصص التنبيه والوعظ والإرشاد في قوالب مقبولة. يقول ذات مرة كان رجل ريفي في الريف أرياف، وفي الريف الريف كان على حافة غابة، لهذا الرجل الريفي ثور ينتفع به، وفي الغابة أكو غول. غول يعني شنو؟ يقين قارين في كتب المدرسة غوريلا، أكو قسم من القرد الكبار الضخام جدا يسمى بغوريلا، ومع الأسف ماكو في حديقة الحيوانات للكويت، وأنا قلت لبعض الأصدقاء من الضروري هذا الحيوان يكون هنا حتى إنسان يشوفه. فرد حيوان قوي إلى أبعد الحدود، ويقتل الإنسان ويقتل الفيل، قسم من فصيلة
قردة، لكن فرد قسم كلش قوي. سمعت في متحف القاهرة وبمباي وهالأماكن موجود، ويقين سيد شايفه غوريلا، فيقول على أنه فرد حرامي لص فكر في أن يأتي إلى بيت الرجل فيسرق ثوره. وفرد غوريلا ويسمى بالغول أيضا فكرت، الغول مؤنث سماعي، يعني نقول قالت الغول مؤنث سماعي مثل طلعت الشمس، مؤنث سماعي هذا اسمه. يقول فرد غوريلا غول أيضا فكرت في أن تأتي إذا غول إلى هذا المكان فتأكل ثور الرجل نصف الليل، والليل بسطح نايم. وإذا اجتمع الغول واللص في أين؟ في الإسطبل مال الحيوان في دار هذا الرجل اجتمع. فيقول اجتمع هناك، قلت قصة خيالية مو قصة واقعية. الغول أرادت أن تأكل الثور، واللص أراد أن يسرق الثور، اجتمع هناك. هذا خاف من ذاك، ذاك بخاف من هذا. الحرامي صاح يا صاحب البيت تعال، الغول جاية تأكل ثورك. الغول صاحت يا صاحب البيت تعال، الحرامي جاي يسرق ثورك. يقول صاحب البيت وعى من النوم، اجى واخذ عودا وطلع الاثنين. هذا مثال، هناك مذكور. هذا المثال يعطينا أنه نحن لا مع الشرق ولا مع الغرب، أحدهما غول والآخر لص، والشرق هو الغول الدب الروسي سامعين كلكم، والغرب هو اللص. نحن لا مع الرأسمالية ولا مع الشيوعية والاشتراكية، كلاهما باطل، مو في منطق الإسلام فقط باطل، حتى في منطق العقل باطل كما ذكرنا الآن. وإنما نحن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن الضروري على هؤلاء الشباب الجالسين، اللي لا يقدر واللي يقدر. اللي لا يقدر شنو؟ يأخذ كتاب ضد الشيوعية ويطالع، وكتاب ضد الرأسمالية ويطالع، حتى يعرف الفروق بيننا وبينهم. احنا شنو نقول احنا المسلمين كمسلمين؟ لأن أحيانا يطلع كتاب الاشتراكية الإسلامية، كذب، في الإسلام ماكو اشتراكية أبدا. أحيانا يطلع كتاب الشيوعية والإسلام، كذب، الشيوعية مو مربوطة بالإسلام. أحيانا يطلع كتاب الرأسمالية والإسلام، كذب، الإسلام مو رأسمالي. بالمفهوم الغربي إسلام مو رأسمالي، بالمفهوم الشرقي إسلام مو شيوعي، بالمفهوم الإنجليزي إسلام مو اشتراكي، لأن بريطانيا اشتراكية، هذول اشتراكية كما كلكم سامعين. أكو فرق بين الشيوعية وبين الاشتراكية، ولو أن الاشتراكية طريقة إلى الشيوعية أيضا. نحن أمة وسط، لنا اقتصادنا، لنا سياستنا، لنا ثقافتنا، لنا تربيتنا، لنا اجتماعنا، لنا زراعتنا، لنا كيفية حياتنا، كلها بسمات خاصة وعلامات، وكلها قامت الأدلة على أنها أصح، يعني أن منهجنا أصح المنهجين. الآن اللي إحنا متأخرين لأننا لا نعمل، لو كنا عملنا بالإسلام اقتصادا وسياسة وثقافة وتربية واجتماعا وعائلة كنا صعدنا إلى الجوزاء كما صعد آباؤنا. فمن الضروري على هؤلاء الشباب الجالسين أن كل واحد منهم يأخذ كتاب ويطالع أنه شنو الفرق بيننا نحن وبين الشيوعية، بيننا نحن وبين الاشتراكية، بيننا نحن وبين الرأسمالية. هذا للذي لا يقدر. أما الذي يقدر كأبو طالب، هذا من الضروري فرد 100 كتاب يشتري، كل شاب يعطي واحد، لأنه الآن إذا أغلبية الآن في الجامعة، في جامعة الكويت أكو 7000 طالب وطالبة لقين تدرون. إذا أنا أعطيك كلام، مو هال7000 طالب وطالبة، إذا تجمع وياهم 70,000 طلاب الجامعة في العراق، وتجمع وياهم 200,000 طلاب الجامعة في إيران، وتجمع وياهم 300,000 طلاب الجامعة في القاهرة والإسكندرية وما أشبه،
صدق من هؤلاء حتى ألف منهم ما يفهم الفرق بين الاشتراكية وبين الرأسمالية وبين الشيوعية، ما يعرف الفرق شيء. وإذا قالوا له الإسلام اشتراكي يقول إيه اشتراكية، إذا قالوا الإسلام شيوعي يقول إيه شيوعية، إذا قال له الإسلام رأسمالي يقول إيه رأسمالي، بعد رأسمالي يعني شنو؟ أبدا، لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا. ومع الأسف أن دعاياتنا إحنا كلش قليلة في هذه الناحية، يجب علينا ملايين الكتب نوزع في هذه النواحي. إحنا كلنا نعرف الصلاة، أي واحد من هذول الجالسين هنا قدم هنا كل صلي صلاة الصبح يعرف، صلي صلاة الظهر يعرف، صلي صلاة المغرب يعرف. أي واحد منهم أنه أسأل منه الله كم واحد يقول واحد، النبي منه يقول محمد، المعاد شنو يقول إحنا نبعث، صدق زين أو مو زين يقول زين، كذب زين أو مو زين يقول مو زين، الدراسة إنسان يدرس زين أو مو زين يقول زين. في الإسلام كم زوجة إنسان له الحق أن يتزوج يقول لا أربعة جائز، كل هذا اللي ندريه. أما ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الشيوعي؟ ما هو الاقتصاد الإسلامي أصلا؟ ثم العجيب أن هذا الولد القاعد هنا وقاعد هنا يكبر 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 يصير وزير وهو ما يفهم. ما أقصد وزير في الكويت، ها كالأغلب والأعم أقول هذا الموضوع. أنا فرد مرة جاءني فرد وزير، وزير العدل، إن شاء الله فرد يوم أنقل قصته في المسجد لأن قصة جميلة وياه. كذا مرة واف هذا وزير العدل ما يفهم، فجاني في قصة في العراق متعارف يجون عبد العلماء وزراء وما أشبه، صار كلام بيني وبينه شخصيا أنا حول موضوع إسلامي وهو وزير العدل. وزير العدل كل شيء له قيمة وشخصية، يعني هو حاكم، هو محامي، هو خريج، هو حاكم، ترفع عن الحاكم صار وزير. صار كلام بيني وبينه، كم واحد من الأصدقاء قاعدين، قال في الإسلام ماكو قانون رجل يصل إلى وزير في العراق المثقفة، لأن في العراق في الحقيقة مثقفين بكثرة هائلة. أكو أولا حوزات العلمية، هي حوزات علمية تثقيفية هائلة، هاي المثقفين أخرى أكو موجودين معدن الكتب العراق بالملايين كتب موجودة. بكل صراحة يقول لي ماكو قانون في الإسلام. قلت عمي إذا ما هو لبال الإسلام كل شنو عبادة فقط، يعني صلاة وصوم وحج وخمس وزكاة وأقوم ديو مسجد وانتهى كل شيء. قلت له شلون ماكو؟ قال ماكو. قلت زين إذا ماكو في الإسلام قانون جزاء وعقوبات وما أشبه، فألف وثلاثمائة سنة المسلمين على شنو كانوا يحكمون وبيدهم أكبر رقعة من الأرض؟ خلاص. فالشاهد على أنه نفس هذا الشاب اللي تقعد هنا، قلت هذه قصة طويلة إن شاء الله بمناسبة أذكرها في المسجد، مقابلتي معه وحواري معه، وحتى أنا كاتب في كتاب حواراتي مع هؤلاء الذين وجدتهم لا يفهمون شيئا من الإسلام وهم واصلين إلى أرقى الدرجات في الدولة. إذا هذا الشاب اللي قاعد هنا يكبر 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 يصير رئيس الجامعة وهو لا يفهم الاقتصاد الإسلامي شنو طبعا، المنطلع منين يفهم؟ ما مدرسي ولا مطالع ولا سامع. الآن قلت جرب هذا الموضوع، روح في جامعة الكويت الآن أكو 7000 طالب وطالبة بالإحصاء أدري يعني، اسأل من 1000 منهم ما هو الاقتصاد الإسلامي، أنا أعطيك كلام 199% منهم يقول الإسلام ما هو اقتصاد. إذا قال أكو اقتصاد إسلامي اسأل منه ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الشيوعي، ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، ما هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الاشتراكي؟ هذا يجب علينا قل الشخص اللي ما يقدر يطالع، هو في المكتبات موجود كما قلنا أولا، إذا يقدر لازم يأخذ من هالكتب بالمئات، قدرة مالية عدة، كتاب 100 فلس، كتاب 200 فلس، كتاب ربع دينار يوزع. حتى هذا الشاب إذا وصل إلى مكان رفيع في الدولة أو أنه صار كاتبا قديرا أو أنه صار مؤلفا أو صار صحفيا أو صار مذيعا، يعرف المعالم الظاهرة. هسه عن الخفايا دعنا، عن الخفايا يجب علينا نعرف المعالم الظاهرة للموضوع، أقلا نعرف هذا الشيء. ففي هذه الآية المباركة التي تلوناها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله المفضل، وإذا الله ما كان يصنع هذا الصنيع
كان بطبيعة الحال إما كل الناس أغنياء في العالم مدار العمل يقف، أي غني مستعد يصير طباخ، يصير بزاز، يصير كناس، يصير بياع الخبز، يصير هالأشياء المعتارة، بناء عامل. وإذا كل الناس فقراء، أي تاجر أكو يتمكن على أنه يستورد الأقمشة، يوزع الأقمشة، يوزع البضائع، يشتري، يبيع، ما كان عزيز. الفرق قلت أنه الشيوعيين يقولون الحكومة هي الغنية والشعب الفقير. هذا في البلاد الإسلامية فقير وغني والأغنياء هم الشعوب والفقراء هم الشعوب، ونظامنا أحسن من نظامهم كما قلنا، لأن نظامهم معنى إذا ظلم الغني الفقير ماكو ملجأ، لمن يلتجي؟ لأن هو الحكومة هي الفلوس هي القوة هي السلاح هي الحزب هي التنظيم، يقتلك إلى أزل من هذا كما قتلوا بالملايين. قتلوا ستالين، أكو فرد كتاب لأبو الأعلى المودودي، هذا الكتاب يذكر فيه يقول أن ستالين قتل في نظام المزارع الجماعية 5 ملايين فلاح، 5 ملايين فلاح، 5 ملايين يعني 5 أضعاف الكويت رجالا ونساء وكويتيين وغير كويتيين قتلهم. هذا يذكره أبو الأعلى المودودي في كتابه نظام المزارع الجماعية. وعنده كتاب خراشوف وهو الرئيس الأعلى للدولة في يومه، اسمه خراشوف يتذكر، أيضا لاحظوا هذا الكتاب، شوفوا مساوئ النظام الشيوعي والذي الآن يسيطر على العالم بالقوة والقهر والغلبة. خراشوف يقول، خراشوف هو معاون ستالين في زمانه، يقول أنا، هو في كتابه يقول خراشوف يتذكر، هنا يبيعوه في الأسواق، أكو موجود من هذا الكتاب، يقول أنا سافرت أظن من أوكرانيا إلى موسكو، وأوكرانيا مركز حنطة في روسيا ومسافة جدا بعيدة لعله 5000 ميل أكثر أقل ما أدري الآن، كتاب ضخم تقريبا 400-500 صفحة، هو مذكراته. يقول أنا سافرت، خراشوف يقول سافرت من أوكرانيا، أظن يقول من أوكرانيا إلى موسكو، وقلت اقرأ الكتاب حتى تشوفوا رئيس دولة شنو يقول. يقول فوجدت، بيقول سافرت بالقطار، فوجدت على حافة الطريق هذا الصوب من القطار وهذا الصوب من القطار الفلاحين ميتين جوعا على طول الطريق، وجثثهم واقع على الأرض وماكو أحد يهيلهم. راجع الكتاب شوف، هذا النظام الشيوعي والنظام الذي يقول بأنه فقير غني ماكو في بلادنا، كلهم أغنياء والحمد لله رب العالمين. خراشوف يتذكر اسم الكتاب، لتنسوه، راجعوا هذا الكتاب شوفوا. لذا الله سبحانه وتعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله جعل هذا الشيء حتى يدير نظام الحياة بعدالة. أما يدار نظام الحياة بلا عدالة من الممكن، في روسيا أكو هذا الشيء موجود، ملايين الفقراء أكو موجودين، بل كل الشعب فقراء أصلا. من الضروري علينا مطالعة هذه الكتب حتى إذا وصلنا إلى مقام، ونصل إلى مقام طبيعي، لأنه في المستقبل إما مثقفين مدراء وإما معلمين إما مدرسين إما مذيعين إما كتاب، إما أحيانا أحدكم يصل إلى وزارة ووزير، وأحدكم يصل إلى مدير عام، وأحدكم يصل إلى مدير جامعة، لأن هؤلاء الشباب هم منو بعد، ما أقول إلا إتو يعني شبابنا، شبابنا الموجودين. فلازم من حس نعرف الخطوط الفاصلة بين النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، النظام الرأسمالي، النظام الإسلامي. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.